السمو السعادة دون ما هوادة لكل رحلة وكل رحلة رحلة فريدة قريبة بعيدة علي سهلة. أنا مش عايزة أنام يا ماما. يلا بقى. لا يا حبيبي لازم تنزل، مش هينفع كده. انزل يلا يا بابا، مش كفاية كده نوم كده، حتى أنا عايزة أنام والله مش قادر. يلا يا حسن احنا عاوزين ننام خالص. انا عايز العب شويه حسون. يلا يلا بقى يا حسونه، انت واخوك ناموا، مرمى الشطوره نامت على طول. انا مسكين النوم يا اخي يا جدو، انا عايز العب. انا مش عارفه ننام يا جدو. طب مش عارفين تناموا ليه يا حبايبي؟ مش اكلنا وجيتوا من المدرسه؟ انا بروح المدرسه كده. بس خطفي يا جدو، خليني العب شويه انا واخوك. بس يا اخوك ماشي ماشي. ايه حبيبي، ماما نزلت تحت وقالت لي اخلي بالي عليكم ونيمكم في سراييركم زي مرمارة العسل اللي نامت. ماشي يا جدو. لا انا مش هنام، احكي لحدوته بقى. حدوته؟ بس ايوه انا عايز حدوته. احكي لكم النهارده يا حبيبي حدوته اسمها الأرنب والسلحفاة. في غابة مليئة بالأشجار الخضراء كان يعيش أرنب وسلحفاة. الأرنب يضحك دائما من السلحفاة ويقول: أنت بطيئة وأرجلك قصيرة ثم ويقفز أمامها ويضحك ويسخر منها. وفي يوم من الأيام اتفقت السلحفاة مع الأرنب على أن يتسابقا. عايزة يا أرنب نعمله سباق مع بعض، وأنا شاطرة. أنت شاطرة؟ أنت مش شاطرة خالص. طب يلا يلا نعمله السباق. أنت بتضحك عليا دلوقتي، لما نشوفوا مين هيبقى الاول يبقى نضحكوا عليه. انا هفضل اضحك عليك يا بطيئه يا بطيئه يا كسوله. واتفق السلحفاه والارنب، جدو علي هو اللي هيكون الحاكم. وبدا السباق. وانت كنت جوه القصة يا جدو، وانا اصلا كنت سلحانة وكنت مش سامعاك. ايوه انا جوه كل القصص اللي تتخيلوها يا ولاد. وبدأ السباق. السلحفاة كسولة تمشي ببطء ولكن بانتظام واستمرار، والارنب يقفز بسرعة. يا بطيئة تا 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 تا. رأى الأرنب الجزر الأحمر اللذيذ فجلس يأكل وهو يقول في نفسه: أمان لي وقت طويل قبل أن تصل السلحفاة إلى مكان هذا. هشرب حبة مية وحنم شوية تحت الشجرة. آه أنا حاسس إن أنا عايز أنام شوية، أنا كده شاطر بس إيه هرتاح شوية. السلحفاة فلا زالت تمشي ببطء ولكن باستمرار، وتمشي وتمشي ببطء ولكن باستمرار. قربت اوصل قربت اوصل. جاعت السلحفاة ولكنها لم تأكل، وتعبت فلم تجلس لترتاح حتى وصلت إلى خط النهاية في السباق، وهنا جلست لتستريح. لله وصلت قبل أرنب. صحى الأرنب. أوه إيه ده؟ هو أنا نمت كل ده؟ أنا حس إن أنا نمت كتير قوي. بس اكيد السلحفاة بطيئة وما وصلتش. انا هكمل طريقي وحكون انا الفايز اكيد، ده انا اشطر واحد واسرع منها البطيئة دي. قفز الارنب قفزتين فوصل على طول لخط النهاية، وهنا تفاجأ.
هوبا هوبا. ايه 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 ده؟ لا احنا ما اتفقناش على كده. اللي جابك هنا يا سوسه؟ هو انت بتغشي ولا ايه؟ لا طبعا. امال انت بتعملي ايه هنا؟ مش انت كنت نايم؟ انا وصلت قعدت نط قعدت امشي بقى لحد ما وصلت. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ انت بتغشي ولا ايه يا سلحفاة انت؟ لا ما انت البطيء. ما شوف ربنا هو اللي خلاني اسرع منك. يعني انت يا سلحفاة يا الكسولة يا بطيئة بقيتي احسن مني واشطر مني وفزتي عليا. ازاي الكلام ده؟ هو اللي بيضحك في الاول بيخسر في الاخر. لازم تتعلم يا ارنوب انك ما تسخرش من حد وانك تبقى شاطر وما تقلص على حد ولا تعيب على حد يا ارنوب. حاضر حاضر انا غلطان انا غلطان. وبقى في الحدوته يا ولاد. طب انت ازاي يا جدو خشيت الحدوده واحنا مش بنخشها ليه؟ ما انا جدو علي بقى اللي بخش في الحدويد. يلا بقى دلوقتي لازم تناموا